السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والآن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكري. إن شاء الله بهذا الفيديو ننقل وإياكم تحدي السيد ميثم الموسوي، التحدي الخطير، أقول تحدي خطير، وبنفس الوقت يبين الثقة اللي يحملها السيد ميثم الموسوي في برنامج سؤال بريء. أعطوني فقط خمس أسماء، أعطوني فقط أسماء من الذين شاركوا بقتل الإمام الحسين عليه السلام من الشيعة، وأنا سأغلق البرنامج أعطوني أيضا أسماء من الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام من السنة، وأيضا سأقوم بنفس الفعل إغلاق البرنامج. نعم، سأغلق البرنامج نهائيا. هذا هو تحدي السيد ميثم الموسوي، لنستمع له إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. طيب ابو عبد الملك، ابو عبد الملك اثار عده نقاط. الان ادعى انه الشيعة هم من خذلوا الحسين والشيعة هم من قتلوا. انا لا ادعي الشيعة علماؤكم قالوا هذا الكلام، لا لست انا من قلت هذا الكلام. جيد جيد اخونا العزيز، علماءنا. هل تريد ان اقرا لك النصوص؟ ارجوك هسه، ما غير ما قاطعنا، غير قلت احد يقاطع احد، ولكن لا تغالب، لا تقول انا ادعي، انا لا ادعي. يا اخي انت قلت ما يعترفون بهذا. يا رجل ارجوك اعطيني مجال، وانت عمود من اعمده البرنامج، انت شيخ يعني، انت مكرم، لا تخلينا يعني. انت حبيب حبيب حجي واحد يعني، انت حتى جاي للبرنامج كاظم الباب قبلي، الله وكيلك، انا بعدي ما داخل وانت لازم الباب، فانت من اعمده البرنامج. طيب، الشيخ ابو عبد الملك يقول ان الشيعه هم من خذلوا الإمام الحسين عليه السلام، والشيعة هم من قتلوا الإمام الحسين عليه السلام. وأبو عبد الملك يعني يريد القول أن الحسين عليه السلام تفاجأ بموقف أهل الكوفة. طيب، أولا أخوان الأعزاء، هل الكوفة كلها شيعية؟ لا. يزيد في تاريخ الطبري يقول، يكتب رسالة إلى والي الكوفة، كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة. أهل الكوفة في صحيح البخاري يستفتون ابن الزبير فيحكم فيهم، يفتي لهم بفتوى أبي بكر وعمر. طيب، أهل الكوفة فيهم شيعة، وابن تيمية يقول فيهم النواصب الذين قتلوا الإمام الحسين في منهاج السنة، النواصب في الكوفة الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام. لكن هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يمرروا هذه المسألة على الناس البسطاء، بما أن الكوفة الآن شيعية إذن يجب أن تكون سابقا شيعية. طيب، الآن إيران أخوان الأعزاء قبل كم قرن كانت إيران سنية، إيران تحولت إلى شيعية، هل نقول الآن إيران سنة؟ هذا الكلام مو صحيح. طيب، إيران كانت مجوس كما تقولون، هل نصفهم بأنهم مجوس الآن؟ لا، شيء قبل، والواقع الجغرافي الآن والاجتماعي شيء آخر. طيب، الآن يعني أنا من نفس المنطلق، أقول أهل مكة، أهل مكة الآن الموجودين هم من آذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أهل مكة أخوان؟ السنة هم من آذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السنة هم من ضربوه بالحجارة، السنة هم الذين فعلوا. يقول لي واحد، تعال يا بنت، شنو تتكلم؟ أهل الشام هم من دخلوا إلى المدينة في واقعة الحرة. أحسنت، السنة هم الذين فعلوا ذلك. أقول هذا الكلام، لا، هذا الكلام غير صحيح، كلام غيره. فهذه محاولة للهروب والتنصل من قضية الإمام الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأنها قضية عظيمة جدا، أن يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد شباب أهل الجنة، بأيدي سنية. أخوان، أنا مستعد الآن والله العظيم، سمعت قبل كم يوم فواحد يقول أنا عندي خمسة صحابة شاركوا في معركة، لا، العدد أكثر من ذلك وأكثر وأكثر، وبالأدلة أخوان الأعزاء، صحابة معروفين سمعوا النبي صلى الله عليه وآله يعني أنت شايفك صحابي يلزم السهم، الحسين بن نمير السكوني يلزم السهم ويرمي الإمام الحسين عليه السلام حينما أراد أن يشرب الماء فيأتي السهم في حنك الإمام، صحابي كاتب للنبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت أخلاقه فاسقة كما يقول البيهقي، كان يقول سرق تمر الصدقة وذهب في حصار ابن الزبير ضرب الكعبة بالمنجنيق. زين، هذا الرجل وكان
مع مسرف بن عقبة، نائب مسرف بن عقبة حينما دخلوا في واقعة الحرة، الحسين بن نمير السكوني. طيب هذا واحد. طيب عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه عبد الرحمن، هذا وين؟ في مسند أحمد، ويروي أبوه صحابي وهو صحابي، هو صحابي وأبوه صحابي، عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي. طيب كثير بن شهاب الذي قبض عليه المختار بن أبي عبيد، هذا صحابي إخواني، اكتبوها الأسماء في كتاب الإصابة تطلع لكم. زين، أسماء بن خارجة، أسماء بن خارجة الفزاري، أسماء بن خارجة يذكر الأبيات الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: أيركب أسماء المهاليج آمنا وقد طلبته مضحج بقتيلي. ها، مضحج منه قبيلة هاني بن عروة، ناصر الإمام الحسين عليه السلام الذي استضافه مسلم بن عقيل، فيقول هو الذي تسبب في قتل هاني بن عروة وجعلهما يجران في السوق، هو مسلم بن عقيل. طيب غير الكثير، أسماء طويلة جدا والأحداث كثيرة إخواني، من أوثق الرواة، من أوثق الرواة عندهم في الصحيح. زين، هذا الرجل يأتي إلى رسول الإمام الحسين عبد الله بن يقطر حينما رموه من فوق القصر، يأتي إليه يقطع رقبته، يقول هذا قاضي، 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 هذا قاضي، قاضي مرتقات الرواة. اسمع، يمكن عبد الملك بن عمير اللخمي، اي هو هذا، لا ما خانت الذاكرة، ثقة في صحيح مسلم يروي، قاضي بالكوفة، هذا قاضي بالكوفة، صار قاضي، يعني هذا قاتل رسول الإمام الحسين عليه السلام، يأخذون من الدين. وليش تتعرضون، ليش تستغربون؟ قائد الجيش، القائد العام للقوات المسلحة، ثقة، ابن حجر يقول عنه ثقة، الألباني يقول عنه ثقة، ويروون عنه، بل أحمد بن حنبل يترضى عنه، يترضى عن هذا الرجل. طيب فأنتم ليش تستغربون؟ طيب الآن إخواني، بعد هذه المقدمة البسيطة، احنا اعطينا اسماء، اعطينا اسماء، والله العظيم اذا جاء ابو عبد الملك باسم شيعي واحد قاتل الامام الحسين، انا اترك التشيع، اسم كما انا ذكرت. خليني ارد على كلامك لحظه. لا 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 لا, لا خليني اكمل اكمل اكمل. شوف اخوان، التحدي العلمي، الانسان لما يتكلم بعلم كيف يتكلم؟ واثق، ها، من كلامه، واثق من دينه، واثق من عقيدته. هذا الكلام مو اليوم قلناه، والله يعرف الشيخ أسد الله يحفظه، شيخنا العزيز يعرف أنه سنين طويلة هذا التحدي صار له. أعطونا اسم شخص واحد قاتل الإمام الحسين عليه السلام في واقعة نينوى، في واقعة الطرف، واحد بس، واحد، ونترك التشيع ونعزل البرنامج ونغلق قناة حاج وعد، غلق، تم، وما نطلع بعد لا فضائية ولا نطلع على موقع تواصل ولا ناظر ولا نحاضر. تستطيعون؟ والله ما تستطيعون، والله ما تستطيعون، والله ما تستطيعون، وهذا قسم والله، والله وبالله. شر اللعين، شر اللعين، اسكت اسكت انت، شر اللعين، شر اللعين، الشمر اللعين عندك ثقة، وهو سني ويصلي مع أبي إسحاق السبيعي في مساجد السنة، وهو سني ووثقه المزي في تهذيب الكمال، وثقه وثق روايته، يقول فعل لنا السند درجة واتصل السماع بمن؟ بشمر قاتل الإمام الحسين عليه السلام، سني إخواني كما يقول الحاج فهد، جيش سني، اللي يعلف الخيل سني. ممكن نتكلم؟ يعلف الخيل، لا ما... إلى أن أنتهي، ما تتكلم إلى أن أنتهي، اللي يعلف الخيل سني إخواني. زين، قائد الجيش سني، ابن سعد بن أبي وقاص إمام التابعين، عبيد الله بن زياد سني، يزيد بن معاوية سني، والدولة سنية يلبسونها الشيعة. طيب إخواني، الآن سألنا هذا السؤال، أعطونا اسم شيعي واحد شارك في قتل الإمام الحسين. والله العظيم أنا هذا بكبس الزر أغلق لك، هسه أغلق القناة، هسه هسه، وحاج أسد موجود، الأخوة على الكنترول، وحاج وعد يمكن يتابع البرنامج من بعيد، هسه أغلق القناة بلا عودة إلى يوم القيامة، هسه أغلقها الآن، الآن غلق تام، ها، بس بالدليل، أعطونا اسم شخص واحد بالدليل شارك في، ما في، يعني تلبسونا ياها قوة الشيعة، والله الشيعة ليش؟ لأنها الكوفة الآن شيعية، هذا شنو الكلام؟ شنو هالخربطة؟ شنو هالخربطة؟ ابن بطة يروي ابن تيمية يقول خرجت من الكوفة أبي إسحاق السبيعي وما فيها أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، ما فيها، مغلقة،
طيب وين راحوا الشيعة؟ الشيعة في السجون، الشيعة شردوهم إلى خراسان، الشيعة ملؤوا بهم المطامير، ملؤوا بهم القبور في زمن معاوية، من وجدتموه يتولى هذا الرجل اقطعوا عطاءه، اهدموا داره، وظل هذا الأمر ساري، وروح اقرأوا التاريخ. ما ظل إلا سيدنا إذا كانوا أهل الكوفة شيعة، فمعناها علم الحديث الموجود عند إخواننا كل علم شيعي عن الدين كله أخذوه من الشيعة، لأنه رجال الحديث كله من الكوفة تقريبا. إخنا خلني نعطيهم تحدي ثاني، هذا التحدي صعب، ما الاسم واحد من الشيعة شاركوا في قتال ما يستطيعون الجواب. طيب هم الحسين عندهم سني، أسألهم الآن الحسين سني ولا شيعي؟ يقول لك الحسين سني. طيب أعطونا أسماء أربعة من السنة، صحابة تابعين زين غيرهم نصروا الإمام الحسين، أربعة فقط، أربعة مو كثير، أربعة تبتون بالدليل أن هؤلاء سنة. من الذين نصر؟ إذا كان الشيعة أخواني خذلوه، الشيعة قتلوه، الحسين كما يقول الذهبي يقول قتل معه 60 رجلا. منين دول 60؟ دول شيعة هسه أنا أعرفهم وعند الدليل، من من من, من أي طائفة هؤلاء؟ أنا عندي بس أريد واحد يتكلم. دول سنة فتونا بالدليل. طيب إذا كان الشيعة، الشيعة مو خوش وادم أخوان، الشيعة مو زينين، الشيعة كخ زين، الشيعة مو حبابين، ما مقبولين، روافض، مجوس، زحافين، لطامين، عباد قبور، مشركين، كل شيء بيهم مو زين، نطلعوهم برا. سد الباب. السنة أنتم وينكم؟ السنة وينكم؟ إذا كان خذلان الإمام الحسين عليه السلام عار، ها، وقتل الإمام الحسين عار، فبالتالي يكون نصرة الإمام الحسين عليه السلام والقتال معه واجب وفخر. طيب لماذا لم تقاتلوا معه؟ لماذا لم تنصروه؟ ها؟ لماذا؟ أقول الآن أربع أسماء. خوش سؤال، هذا تحدي جديد. سؤال أول مرة صراحة، أول مرة أسمع هالشكل سؤال، واقعا سؤال دقيق. والله يا شيخ جميل، والله يا شيخنا، يا أستاذنا، يا شيخنا العزيز، والله العظيم إذا جابوا لي أربع أسماء الآن من السنة يثبتون أنهم سنة نصروا الإمام الحسين عليه السلام، أو حتى مو ما ردهم القتلوا، لا وقفوا وياه بنفس، قاتلوا معه، وقفوا معه، قالوا اتركوه، قالوا لا تقتلوه، قالوا دافعوا عنه، دافعوا عن حرم رسول الله. أخواني بنات رسول الله، لمن يقول النبي صلى الله عليه وآله الحسين ولدي، أبناءنا أبناءكم، زينب بنت رسول الله، هذه بنت رسول الله، أعطونا واحد دافع عن بنات رسول الله. تقولون أم كلثوم، كلثوم زوجة عمر، غيره. طيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي، أم كلثوم، زينب، غيرها، ها؟ لماذا الشرفاء من أهل السنة لم يقفوا دون سبي نساء الحسين، نساء رسول الله؟ إيه وين الشرف؟ وين؟ اتركوا كل شيء. الآن لو نساء النبي، عائشة، حفصة، غيرها، يأتي إنسان ويرى جيش يحاول أو مجموعة أشخاص يحاولون ضربهن، إيذاءهن، ها، يحاولون سبيهن، تأسيرهن، سلبهن كما وقع، زين، وما يفعل ذلك، شنو حكم عندكم يا سنة؟ والله تلعنونه صباحا ومساء. طيب الآن رفعوا عائشة ورفعوا حفصة ورفعوا أم سلمة زوجات النبي، وهذه زينب بنت رسول الله، بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أم كلثوم بنت رسول الله. طيب أين غيرة أهل السنة أخواني؟ أين غيرة أهل السنة على بنات رسول الله؟ لماذا لم تقفوا؟ ها؟ لماذا؟ اتركوا الحسين الآن، الحسين رجل والرجال شأنه القتل والقتال. طيب النساء، شرف رسول الله، هذا شرف، هذه يقال لها بنت رسول الله، هذا شرف، عرض رسول الله. لماذا أهل السنة لم يقفوا؟ لماذا لم ينصروا؟ لماذا لم يدافعوا؟ وينكم يا سنة؟ ما أريد أكثر، أربعة، أعطوني أربع أسماء، أربع أسماء من أهل السنة وقفوا هذا الموقف الشريف مع الإمام الحسين، أو أعطوني اسم واحد من الشيعة قاتل الإمام الحسين. وهسه نغلق القناة، أنا الشيخ أسد منكم، السلام عليكم. أحسن سيدنا. خواتي مثل ما استمعنا، مثل ما شفنا، أبسط شيء وأسهل شيء وأفضل صراحة أنه يأتي اتصال بسيط مختصر جدا من 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 10 ثواني، فلان 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 فلان، يلا يا سيد ميثم الموسى وأغلق البرنامج. الآن السيد ميثم الموسى يتحدى بالله عليكم
قتلونا طبلوا يعني دمرونا بهذه نقول دمرونا من باب التجاوز على ما يقول من من, من جهد صراحة. من طيلة هذه السنوات ليل نهار تفتح قناة صفا تجد نفس القوانين، تفتح قناة وصال نفس القوانين، تفتح قناة كذا نفس تقول لهم اعطونا الشيعة قتل الإمام الحسين، الشيعة قتلوا، الشيعة قتلوا، الشيعة قتلوا. إذن أين أنتم من نصرة الإمام الحسين عليه السلام؟ أين الصحابة من نصرة الإمام الحسين عليه السلام؟ بل الصحابة شاركوا بقتل الإمام الحسين، وهذه النقطة إن شاء الله راح أتي لها وأعقب عليها وأشاركم إن شاء الله إلى بعض النقاط. الآن الشيعة قتلوا وأعطونا اسم، والآن الحمد لله اعتراف واضح جدا منهم في نفس البرنامج معاوية عمار أعتقد أبو عائشة الكل الكل أوضح أن الشيعة لم يشاركوا بقتل الإمام الحسين عليه السلام، أن الشيعة لم يشاركوا الشيعة بمعنى أنهم شيعة الإمام علي عليه السلام. فنعم هذا البرنامج أوصلهم إلى طريق واضح جدا. نختم الفيديو كلمة مختصرة جدا. قبل فترة الكل يعلم ضجة كبيرة على الملا باسم الكربلائي قال الصحابة أصابه. نعم عندما أجد صحابي شارك